في فنانين كتير بيكون ليهم عبقرية وحضور من نوع خاص، بتفضل أعمالهم ليها تأثير كبير جدا بيضاف لقوة مصر الناعمة، زي الفنان الكبير نور الشريف. النهاردة بيوافق ذكرى ميلاده، أعتقد أنه معظم الأدوار اللي قدمها الراحل نور الشريف لسه عايشة في وجدان جمهوره ومحبيه، خاصة كمان الأعمال الدرامية اللي قدمها على مدى سنين طويلة. الفنان المثقف نور الشريف استطاع أن يبدع في كل أدواره وأن يقدم العديد من الأعمال المتنوعة، وعلى مدار نصف قرن ظل التمثيل هو الهواء الذي يستنشقه، حتى في معاناته من المرض في الفترة الأخيرة من حياته ظل يفكر ويخطط ويقرأ ويبحث عما يجب أن يقدمه للجمهور الذي ينتظر إطلالات تليق باسم وتاريخ نجم بحجم نور الشريف الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. إن تعصف الريح بي يأسو جراحاتي من الثرى طينتي، فالأرض تجذبني والروح تهفو إلى سمت السماوات. بدأ نور الشريف تجربة التمثيل في سن صغيرة عندما انضم إلى فرقة التمثيل مع خاله شعيب الذي كان يعمل مدرساً بمدرسة محمد علي الإعدادية، وفي نفس الوقت كان رئيساً لقسم التمثيل بها، وكان يقدم مسرحيات قصيرة من إخراجه وتأليفه لأطفال الحارة. وقد قدم نور معهم بعض العروض على عربات الكارو التي اتخذوا منها مسرحاً في الليل في الوقت الذي يتركه فيه أصحابها، وكان جمهورهم من الأطفال وأهالي الحارة الكبار يطلون عليهم من النوافذ، ومن تلك النقطة جاء اهتمام نور بالتمثيل. تبقى بقى سرقة عين عينك، احترم نفسك يا حسن ولم لسانك. مش هلم لساني يا عوني، مش هلم لساني. أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية تعرف على الفنان سعد أردش الذي رشحه للعمل معه، فأسند إليه دوراً صغيراً في مسرحية الشوارع الخلفية، ثم اختاره المخرج كمال عيد لدور في مسرحية روميو وجولييت. وأثناء بروفات المسرحية تعرف على الفنان عادل إمام الذي رشحه للمخرج حسن الإمام ليقدمه في فيلم قصر الشوق الجزء الثاني من ثلاثية نجيب محفوظ عام 1966، وهو ما يعتبر أول ظهور حقيقي له في السينما، وقد حصل على شهادة تقدير عن هذا الدور، وكانت أول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية. قول يا سيدي، ناوي تدخل مدرسة إيه إن شاء الله؟ نويت يا بابا بإذن الله، وبعد موافقة حضرتك طبعاً أدخل مدرسة المعلمين العليا. المعلمين العليا؟ مدرسة المجاني مش كده؟ يمكن، بس أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. اشترك نور الشريف في أفلام مع جميع عمالقة السينما المصرية، مع الفنانة سعاد حسني في أفلام غريب في بيتي وأهل القمة، ومع الفنان صلاح ذو الفقار في أكثر من فيلم مثل في الصيف لازم نحب والطاووس، ومع الفنان فريد شوقي في أفلام عديدة منها لا تبكي يا حبيب العمر والذئاب. أما في الدراما التلفزيونية فقدم نور الشريف مسلسلات ما زالت تعيش في وجدان الجمهور المصري، منها القاهرة والناس، مارد الجبل، لسه بحلم بيوم، أديب، أرزاق، ثمن الخوف، الرجل الآخر، عائلة الحاج متولي، الحرافيش، العطار والسبع بنات، وحضرة المتهم أبي والدالي، وكان آخر أعماله خلف الله. رحمة الله على الفنان نور الشريف. مش عارفة أعدد المسلسلات اللي احنا ارتبطت بينا وارتبطنا بيها في رمضان وبقت موجودة عندنا يا شاذلي، لأن عايش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، الدالي، كلها حاجات كتير قوي. بس في مسلسلات يعني أعتقد مثلا فرح سنية في لن أعيش في جلباب أبي، ده كل طبعًا مرة كلنا بنقعد نستناها وكأنها أول مرة بتتعرض، ده بقى معاد يعني، ده الجمهور بيعملها دعاية كمان. النهاردة فرح سنية هيتعرض كمان، ونشوف بقى الإفيهات والكلام والإبداع في أدائه، وشوفنا بقى كمان تطور الشخصية إزاي، هو ابتدى حتى كان أرفع شوية وبعدين ابتدى يتخن، وبعدين يعني هو زود وزنه يمكن على نهاية المسلسل، هي تفاصيل صغيرة جدا دخل فيها من كتر تقمصه للشخصية. زي ما انت قلتي هو ده تطور الشخصية زي ما انت قلتي، وكان هو دايما صاحب مدرسة تحديدا في تطوير شخصيته وهو بيأدي،
واكيد محبي الفنان نور الشريف عارفين كويس قوي، بيشوفوا فيديوهاته كمان لما كان بيعمل ورش تمثيليه وبيقول الناس يعرفهم يقف فين، الاضاءه تكون ازاي عشان ما يخرجش من النور. يعني كان شامل، فنان شامل، فاهم هو بيعمل ايه، عشان كده فعلا اعماله خالده وعايشه معانا لحد دلوقتي. اكيد.